النهارده الحقيقه موهبه من العيار الثقيل، يعني الاكسير الخالص للماده الخام للموهبه هتشوفوها في حريف النهارده. قبل ما نتعرف عليه فاصل صغير ونرجع لحضراتكم. الحريف امير الموهوبين يكفي فخرا الحقيقه انه اول لقطات ظهوره كان اللي بيقدمه لجماهير الكره في مصر ولجماهير النادي الاهلي على وجه الخصوص الاسطوره محمود الخطيب. لبس نمره 10 وكان اهل الحقيقه لثقه مش بس كابتن محمود الخطيب ولا المديرين الفنيين اللي توالوا على النادي الاهلي في الفتره اللي لعب فيها ومشواره ابتدى من 1988 لغايه 2003، لكن كمان ثقه جماهير النادي الاهلي. بفتكر كويس جدا الحقيقه انه مفيش لقطة صعبة، مفيش لحظة حرجة مرت بيها الفرقة، مفيش لحظة عجزت فيها الحلول الموجودة في فرقة النادي الأهلي عن اختراق دفاعات الخصوم إلا وكان الهتاف باسمه في المدرجات. بكلمكم على واحد من أمهر اللعيبة اللي شافتهم عيني الحقيقة في الملاعب المصرية وعلى وجه التحديد في النادي الأهلي. بتكلم على أمير الموهوبين وليد صلاح الدين. قبل ما نستمتع الحقيقة بمجموعة من اللقطات اللي متع فيها وليد صلاح جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه الحقيقه، لان انجازاته كمان مع منتخبات مصر وخصوصا منتخبات الشباب كانت كبيره جدا، خلينا نشوف مجموعه من الارقام اللي بتلخص لحضراتكم مشوار وليد صلاح الدين مع النادي الاهلي. مفيش حد منصف ممكن يقول ان وليد مش من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه. اذا كنت بتتكلم على المهاره، اذا كنت بتتكلم على الحرفنه بكل معانيها، فيها تتجسد الحقيقه في عدد قليل جدا من الاسماء على مدار التاريخ، وبالتاكيد لازم تحط وليد صلاح كواحد منهم. والحقيقه يمكن زي ما قلت لكم مفيش لعيب في الفتره دي خد ثقه الجمهور وكاد جماهير النادي الاهلي بتشوف فيه الملاذ الاخير في حاله انه الاهلي مش قادر او عاجز في مواجهه صعبة أو ماتش ظروفه مش ماشية لصالح النادي الأهلي. ما كانتش الجماهير بتثق في حد قد ما كانت بتثق في وليد صلاح الدين في التوقيت وفي الفترة اللي هو لعب فيها. وكان هتاف وليد بيهز مدرجات النادي الأهلي في كل الماتشات. طبعا يعني أنا بشوف إن وليد الحقيقة يمكن كمان كان يستحق أكتر بكتير، جد حجم موهبته كانت تستحق منه هو شخصيا اهتمام أكبر من كده، لأن وليد كان بيتمتع بمميزات كل حاجة تحلم بيها في لعيب حريف في رياضة كرة القدم. القدرة على المراوغة اللي خليك تحس انه مهما كان حجم الخصم، انا مش بتكلم بس على اهداف، طبعا شايفين ده هدفه في المنصورة اعتقد في نهائي الكاس، لكن قدرة وليد على المراوغة، خفة الحركة، الرشاقة، القدرة على انه يستخدم رجليه الاثنين، كانت مميزات كبيرة جدا بتميز وليد صلاح الدين الحقيقة اثناء فترة لعبه مع النادي الاهلي. وده اللي يمكن زي ما قلت لكم اترجم بشكل كبير جدا عند الجماهير في حالة ثقة إن وليد هو من يملك المفاتيح ومن يملك الحلول لكل المواقف الصعبة. طبعا هسيبكم تستمتعوا بمجموعة من أهم اللقطات، هبتدي معاكم بالأهداف الحقيقة اللي أحرزها وليد صلاح الدين. كان كمان الحقيقة يمكن من الحاجات بعيدا عن الحرفنة والقدرة على المراوغة، وأنا عارف إنه الحاجات دي هي اللي بتشد الجمهور لإنها تحب لعيب، إنها تعشق لعيب. بالتأكيد يعني إحنا متفقين إن كل فرقة أو كل سكواد
طبعا جونه في الرجاء البيضاوي في البطوله العربيه واحد من اجمل الاهداف اللي اتسجلت في تاريخ الكره المصريه الحقيقه، مش بس الوليد، انا بكلمكم على واحد من اجمل الاهداف اللي مهما تشوفه هتستمتع بيه، قدره خطيره على مراوغه في مباراه من العيار الثقيل ومع منافس كان وما زال طبعا الرجاء، رجاء كازابلانكا. طبعا زي ما انتم شايفين كده نايم خط الدفاع، رقص، ودي جزء بقى من قدره وليد على التحرك، رقص حارس المرمى وخد الكوره بعدت شويه. في الظروف اللي زي دي اغلب اللعيبه هتتصرف انها تلعب كره عرضيه، لكن هو راح ورقص حارس المرمى تاني ونايم ثلاث مدافعين وحط الكوره في الجون. ده هدفه اعتقد في الكروم، مظبوط طبعا واحد من كروم، طبعا كان زمان طبعا يعني كان نتكلم بقى على الانديه الشعبيه اللي راحت وما رجعتش، وكروم واحد منها الحقيقه، كان برضو فارق خصم عنيد خصوصا وانت بتلعبه في اسكندريه. لكن تاني هرجع اقول لحضراتكم انه مش بس فكره انه القدره على المراوغه او المهاره، لكن واحده كمان من مميزات وليد صلاح كانت قدرته على التمركز والتحرك بشكل كبير جدا، ودي يمكن اللي ساعدته بشكل كبير رغم انه ما كانش مركزه راس حربه، كان بيلعب نمرة 10، انه سجل اهداف كتيره جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر الشباب. وبمناسبه منتخب مصر الشباب، وليد صلاح الدين هو اصغر لاعب شارك في كاس العالم للشباب، كان عمره تقريبا وقتها 15 سنه. اللقطه اللي ظهر ورايا دي تكفي انك انت تدي الثقه، تكفي بشكل كبير جدا الجمهور ينتظر موهبه، بما انه كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم في مصر حط ثقته في كابتن وليد صلاح الدين واداله نفس الرقم اللي هو ابدع وامتع فيه في الملاعب، كان كفيل بشكل كبير جدا. ده طبعا كان ماتش اعتزال كابتن محمود الخطيب اللي قدم فيه الموهبه، وقد كانت الحقيقه واحده من اهم المواهب اللي لعبت كوره في مصر وفي النادي الاهلي، وامتعت الحقيقه بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي على مدار سنين طويله جدا. زي ما قلت لكم في الوقت اللي كانت حاضره فيه الجماهير في المدرجات، ويمكن الناس اللي تابعت الفتره اللي لعب فيها وليد صلاح الدين تفتكر بشكل كبير جدا ايا كان الجهاز الفني تاثير جمهور النادي الاهلي وقدره جمهور النادي الاهلي على ان وليد يشارك في اللحظات اللي بتشوف فيها الجماهير او بتقدر فيها الجماهير ان الموقف الصعب اللي محطوطه فيه فرقه النادي الاهلي مش هيحله غير وليد صلاح الدين وموهبه وليد صلاح. هو بالمناسبه كابتن وليد معانا، والحقيقه انا واحد من عشاقه، واحد من الناس اللي الحقيقه استمتعت بشكل كبير جدا بوليد صلاح الدين في الفتره اللي كان فيها موجود مع النادي الاهلي. كابتن وليد مساء الخير. حبيبي كابتن احمد مساء الفل عليك وكل سنه وانت طيب. منور الدنيا. انا هرجع بيك فلاش باك، وانا عارف ان وقتك ضيق، بس هرجع بيك فلاش باك مع اللقطه اللي يمكن كانت لسه ظاهره، اللقطه اللي فيها قدمك كابتن محمود الخطيب لجماهير النادي الاهلي في مباراه اعتزاله. لو تفتكر احاسيسك، اتكلمنا عن اللحظه دي كابتن وليد. ده كان بس يعني كبير جدا في حياتي. طبعا كابتن الخطيب كان بيحضر لمباراه اعتزاله، واتفرج على قطاع الناشئين واتفرج على كل الفرق، وقعد فتره يتفرج، وبعد كده كابتن يعني جه في غرفه الملابس وقال لي تعالى نتمشى شويه مع بعض، وقال لي انا بحضر لمباراه اعتزالي وقررت تنزل مكاني في المباراه وهقدمك للناس بشكل كويس فطبعا كان الكلام ده يعني بالنسبه لي كنت صغير جدا، وكنت في فرق الناشئين في النادي الاهلي، وقعد يديني نصايح يعني كانت مهمه بالنسبه لي، ان انا ما يبقاش في غرور، ان انا اخلي زمايلي يحبوني، ان انا دايما دايما اسم النادي الاهلي هو اللي يبقى دايما في المقام الاول عندي. كان مهتم جدا الكابتن بفكره ان كل الناس تحبك. والاخلاق قال لي كده، قال لي انا جه ناس اجمد مني في الكوره، منه هو طبعا، ولكن للاسف ما كانش عندهم اخلاقيات عاليه، فبالتالي بيضيعوا نفسهم. فقال لي خد بالك من الحته دي كويس، لان انت بعد الحدث ده هتلاقي الدنيا كلها بتتكلم عليك، والناس بتيجي تتفرج عليك، والاضواء هتبقى عليك بشكل وانت يعني سنا صغير، فخد بالك من الموضوع. فيعني النصايح وحاولت اعمل بيها، والحمد لله اظن ان انا يعني خلال تاريخي ما اظنش ان انا كان ليا اي مشكله مع اي حد، الحمد لله. لعبت في النادي الاهلي من وانا عندي 11 سنه، طلعت عندي 31 سنه او 32 سنه، يعني اظن ان خلال اكتر من 20 سنه الحمد لله ما كانش ليا اي مشكله مع اي حد، والحمد لله كمان سعيد جدا ان كل جماهير الانديه الثانيه الحمد لله بتحبني وبتقدرني،
فالحمد لله يعني مبسوط بالمسيره. كان طبعا عندي احسن من كده في الكوره بكتير، وقصرت انا قصرت كتير، لكن يعني راضي باللي انا قدمته الحمد لله. خليني اسالك، ما زلت الاول بتتمتع بنفس الموهبه يا كابتن وليد، ولا السن فارق اليومين دول؟ لا تعال اتفرج بقى في الخماسي، تعال اتفرج بقى، ده انا ماسك اكيد. محمد عماره وهشام حنفي. لا طبعا، هو اللي بقول لك ايه، الكره في الراس، انا صح ناقص صح عين بكرش دلوقتي، لما برضه برقص وبدي كباري وكل حاجه. انا طبعا احنا لينا، خليني بس يعني اقول فريق الشمس اللي هو احمد بكر وكابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو وكابتن محمد عماره وكابتن هشام حنفي وكابتن رابع ياسين طبعا كابتننا الكبير، وساعات الكابتن مختار يكون موجود، وكابتن محمد عامر وكابتن مجدي طلبه. يعني احنا لغايه دلوقتي متواصلين وبنلعب ايوه في النادي الاهلي حد وثلاث وخميس، فالحمد لله يعني مجموعه جميله وكلها طبعا من نجوم النادي الاهلي. ايه الجول اللي ما ينساهوش كابتن وليد؟ ايه الهدف اللي انت احرزته مش ممكن ابدا بالنسبه لك، واحد من اهم الاهداف على مدار مشوارك وتاريخك؟ والله في هدف انا جبته مع منتخب مصر، بس للاسف ده كان في المانيا، ما اتذاعش طبعا، ما حدش يعرف عنه حاجه غير المنتخب. كان الله يرحمه الكابتن طه بصري المدير الفني العظيم، والجيل بقى بتاعنا هادي خشبه ومحمد يوسف وهم اللي شافوا الهدف ده. بس هو كان هدف، ده كان هدف يعني بالنسبه لي مش طبيعي، لان كنا بنلعب فرقه اكبر مننا بسنتين، احنا كنا منتخب الشباب، وهم جابوا فينا جول وكان فاضل دقيقه واحده يعني خلاص الحكم هيصفر، او احنا بنسنتر، كنت انا وهادي خشبه تقريبا سنترنا، خدت الكوره رقصت الفرقه كلها، رقصت الفرقه كلها ورقصت حارس المرمى ودخلت بالكوره جوه الجون. فده كان هدف، حتى كابتن طه بصري يعني اشاد قوي بيه، ولقيت فيه كميه هدايا جايه لي من ناس المان انا ما اعرفهمش، كانوا بيتفرجوا في الملعب وسالوا احنا قاعدين في اوتيل ايه، وجولي بعد العشاء قالوا الرقم 10 اللي جاب الجون ده، ولقيت بقى اللي بيديني شورت هديه واللي بيديني تيشيرت تستاهل كتير جدا كابتن وليد، تستاهل كتير جدا. سعداء دايما بالتواصل معاك، وسعداء جدا بسماع صوتك، واستمتعت واعتقد كل جمهور نادي الاهلي استمتعوا النهارده بفقره الحريف امير الموهوبين كابتن وليد صلاح الدين. فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه في السادسه.